من جريدة أصوات. مشكورة على التغطية ديالها. كما سبق وقلت معكم راشد خالد، ممثل عن مجموعة عين عودة بلا حدود، اللي هي المنسق الرسمي لهذه البادرة، بادرة تنظيف وتزيين غابة الفرنة لجعلها المتنفس ديال مدينة عين عودة. فكما كتلاحظوا أن العملية تمت عبر مجموعة من الأسابيع، يعني كل حد كنجي هنايا كنقوموا بعمل، يعني اليوم هذا هو الحد الرابع. فكما كتلاحظوا الأشغال أوشكت، إن لم أقول أوشكت عن انتهاء ديالها. باقي لنا اليوم ورشه الصباغة باش الغابة تولي في الحلة ديالها الجميلة كما كنتمناوها. ولكن راه لي كنقول وكنعاود نقول أننا راه الأعمال والأشغال في الغابة راه مازال ما انتهاش، يعني راه غتبقى مستمرة طول العام، يعني باش تجمع واحد الغابة وترجع ليها الحياة ديالها، بينما أنها كانت ماتت الحياة فيها، يعني كانت تهملات بواحد الطريقة كاتاستروف. ولكن دابا الحياة رجعات لهاد الغابة هذه إن شاء الله. وكما كتلاحظوا مجموعة ديال الأنشطة، ومازال كل حد إن شاء الله كان هذه دعوة موجهة للساكنة ديال عين عودة أن راه الأنشطة مستمرة في الغابة إن شاء الله، إلا أحوال الطقس اللي هي غادا تكون صعيبة وما غتساعدش الأنشطة تكون هنا، راه هي غادا تكون. وشكرا مرة أخرى للتغطية ديالكم، جريدة أصوات مشكورة. دائما في اطار الاسبوع ديالها الرابع اللي تنظم مجموعه عين عودة بلا حدود بشراكه مع جمعيه المجتمع المدني، وبشراكه كذلك مع المجلس البلدي وبالترخيص من السلطات المحليه. كما قلت الاسبوع ديالها الرابع من حمله النظافه وحمله التزيين واعاده الهيكله ديال غابه الفرنة اللي تعتبر هي المتنفس الوحيد في عين عودة، واللي هي البؤره او كما تنقولوا النقطه ايجابيه في المجال الغابوي في عين عوده. ارتأت مجموعه من الشباب ومجموعه من الفاعلين ومجموعه من المتطوعين والمتطوعات الى انهم ينقذوا هذه الغابه من الضياع. كما كنا كنشوفوا قبل كانت مكرفصه وكانوا الاشجار طايحين، ولكن استغليناها في اطار صنع الشيء من لا شيء، يعني كما كتشوفوا ان هاد الاشجار استغليناهم في إعادة الهيكلة وإعادة الزراعة ديالها والنظافة، وكذلك الصباغة كما كتشوفوا. من هذا المنبر ومن منبر أصوات، منبر جريدة أصوات، اللي تنشكرهم على الحضور ديالهم على التغطية الإعلامية لهذا الحفل أو لهذا العرس التطوعي، كنشكرهم على التغطية ديال الأحداث اللي تقوم بها مجموعة من الشباب والشابات بمدينة عين عودة والغيورين على هذا المتنفس. كما كنبغي نستغل الفرصة من هذا المنبر باش نشكر جميع الفاعلين والفاعلات، جميع المتدخلين، جميع المتطوعين، السلطات المحلية، المجلس البلدي، الإخوان المتطوعين، وبعض من جمعيات المجتمع المدني على هذه البادرة الطيبة، لان كما كنشوفوا الغابه كيفاش كانت وكيفاش ولات، يعني انجاز كبير وعظيم عظيم للساكنه. كنتمنى المحافظه عليها، كنتمنى انها تبقى متنفس طبيعي ورياضي وثقافي واجتماعي وكذلك ترفيهي للساكنه. كما كنناشد المواطنين والمواطنات الحفاظ عليها باش تبقى لنا هاد الغابه. كما اجتمعوا الاخوان ديال الجمعيات غادي نحاول نديروا ائتلاف ان شاء الله ديال الجمعيات وديال الفاعلين باش نناضلوا على هذه الغابه باش تبقى في الاطار ديالها الغابوي والتنموي وكما قلت الترفيهي والثقافي. شكرا لاذاعه اصوات من هذا المنبر. شنو اسمك؟ شاركتي في الورشه ديال الرسم ياك؟ عجبك الحال؟ بلاتي بلاتي غتقولي لنا شنو رسمتي هنايا في هاد الرسم هاد؟ شنو رسمتي هنايا؟ قولي لنا شنو رسمتي؟ دار تاهي لوحة جوج منهم جوج لوحات، إذا برافو عليك، صفقوا عليها هزوا الورقة ديالكم فوق بزاف للمساعدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.